مجددا للأمل دي بشريات طيبة من خلال المناشدات المختلفة أنه تعود الحياة لطبيعتها الأولى، تعود التنمية والاستقرار. لجانب آخر يحمل محمول وثقافة مختلفة، دائما الأدب النبوي يهذب النفس ويرتقي بها إلى مصاف الجمال من خلال التقرير القادم. كل ما تعرفت عليه ازددت فيه حبا، وكل ما جهلت انخفضت معالم المحبة فيك، لأن القاعدة في الحب البشرية لا تستطيع أن تحب إلا من تعرف. فربنا سبحانه وتعالى من جهل شيء عاداه، فلذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أسباب زيادة المحبة ونمو بذل المحبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا إياه معرفة نسلب بها من موارد الجهل ونكرع بها من موارد الفضل، وأن اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤاوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا المجمع يدي شعار القرآن، ونحن قبل كذا هنا المغاربة أصيل هنجلس دعوة في هذا البلد، يعني ليون ما أقل من 7 قرون في الحياة، وذلك فضل من الله. بدينا من أبواتنا هنا كلنا أبونا الشيخ محمد الأمين. المجمع ده أسس فضل من الله تقريبا له 5 سنة، يعني شفنا منه الخير الكثير، شفنا منه والله نحمد الله الخير الكثير أنه هذا المجمع القرآن جابه لنا، وذلك فضل من الله. صلاة الله الخلاق عليك يا نور الأرياق، صلاة الله الخلاق عليك يا نور الأرياق، يا سبوح وخلاق يا فتاح ورزاق، بيتك باك مشتاقي، وكون في عون يا باقي، جزير بسير الحساب كما البرق والوراق. صلاة الله الخلاق عليك يا نور الأرياق، حيض فسمي بنادي وصولنا الهادي العتادي، ونور الله الخلاقي خليل الله الخلاقي، يوم الفن ضياء يا هكوى واسع عنها، صلاة الله.